السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي، حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني الذي يقول عن عبده أنه زنى يقام عليه الحد يوم القيامة، أي على القاذف، إلا أن يكون العبد كما قال. في بعض الروايات سمعت أبا القاسم نبي التوبة، نبي التوبة، لأنه جاء بالتبشير بقبول توبة التائبين. قال: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة، الربذة مكان بعيد عن المدينة ناحية الشام، أبو ذر خرج إليها وأخرج إليها لما كان من الخلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنهما في مسألة من مسائل الزكوات، فأبو ذر كان له رأي في الزكوات أنه يخرج المال الزائد عن الحاجة، ومعاوية أيضا في جانب آخر ابتعد إذ قال: والذين يكنزون الذهب والفضة لينفقونها في سبيل الله خاصة بأهل الكتاب. فاشتد الخلاف بينهما، فاستدعاه عثمان إلى المدينة، فأصر أبو ذر على رأيه والتف ناس حوله، فقال: لو ترى أن تخرج إلى المدينة، من المدينة إلى الربذة، فعاش هناك إلى أن مات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة، الحلة ثوبان من جنس واحد. فقال: إنه كانت بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه. يعني قال له: يا ابن السوداء، كما فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني هو يقول كان لما سبني سببته، يعني لأنه سبه بكلام: يا ابن السوداء. قال: إخوانكم هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. في بعض الطرق أن أبا ذر قال: يا رسول الله، على حال ساعتي هذه من الكبر، يعني وأنا كبير هكذا فيها جاهلية؟ قال: نعم. في رواية: على ساعتك، على حال ساعتك من الكبر. وفي رواية: فإن كلفه ما يغلبه فليبيعه، بدل فليعنه، الظاهر أنها تصحيف في حديث زهير فليعنه، والظاهر فليعنه هي الأصح.
وفي رواية أخرى عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، فسألته عن ذلك فقال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، وخوالكم يعني خدمكم، من كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وحدثنا القعنبي قال: حدثنا داود بن قيس عن موسى مولى عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود: يعني لقمة أو لقمتين. هذا في حسن التعاون مع الخدم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.